لمناقشة ملف المعتقلين والمغيبين وتهجير. معنا هاتفيا من بغداد عمر الفرحان، عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك سيد عمر. إذا هيئة علماء المسلمين أكدت أن انتهاكات المعتقلين مستمرة في سجون حكومة بغداد، لماذا تستمر الحكومة بتلك السياسات بعد كل الآثار الكارثية التي سببتها؟ مشاهدينا الكرام، حياك الله. من يرى يعني بيانات هيئة علماء المسلمين في العراق يراها انها هي اول من نبهت المجتمع الدولي والعالم على ضرورة الانتباه على هذه الحكومات التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع العراقي والمجتمع الدولي، لا سيما هذه الممارسات اللا انسانية التي تنتهجها هذه الحكومات عقب الاحتلال والى اليوم. هذه الممارسات الإقصائية والممارسات اللا إنسانية والممارسات الوحشية التي تنتهجها بحق المدنيين سواء كانت في المعتقلات أو غيرها من الأماكن، فكل هذه الأمور لديها ثواب بالتعامل مع هذه الملفات، ولا ضير أن تقوم هذه الحكومة وأجهزتها وميليشياتها بشتى انواع الصنف لانها تحقق مكاسب يعني ومشاريع اقليميه على حساب المواطن العراقي، وهذه السياسات معروفه والمجتمع الدولي يشخصها وينظر اليها ويلخصها دائما، ولكنه يغض الطرف بفعل فاعل او بالضغوطات الامريكيه والضغوطات الايرانيه. وهذه المنظمات ليس لها يعني حول ولا قوة في التدخل في هذه الأمور، إنها ليس لها سلطة قانونية في من هذه، ولكن من يكون له هذه السلطة الفعلية هو مجلس الأمن وفق البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، يجب أن يتخذ هذه الخطوات اللازمة لحل هذه الأزمات المتتالية في العراق منذ عام 2003 وإلى اليوم، وأن يحاسب المقصرين والمجرمين على هذه الأفعال الشنيعة. ويعني مجلس الأمن مخول بالكامل من قبل الشرعية الدولية في إذا ما انتهكت الحقوق خاصة في يعني نطاق معين وفي على حساب جهات معينة، بحق لمجلس الأمن التدخل فورا ودون إذن مسبق في هذه الحالة، وبالتالي فإنهم أمام مسؤولية كبيرة بأن ينقذوا المجتمع العراقي من الوجعات التي أصابتهم من قبل الحكومات المتعاقبة وإلى اليوم. ولا يعني شك في ذلك أن القوات الأمريكية والقوات الاحتلال أدت بنتائج كارثية لاحتلالها العراق وسلمت السلطة إلى هؤلاء الأحزاب السياسية المرتبطة بإيران، وهذه يعني جملة من يعني تقارير كبيرة تقول أن الوضع المأساوي في العراق هو بسبب الاحتلال وسبب بخصوص موضوع المغيبين قسرا والعثور على جثثهم في محافظة بابل، كيف تعلق على ما ذكره المرصد العراقي لحقوق الإنسان بأن هناك يعني رغبة لدى السلطة بالتغطية على جريمة بابل والتستر عليها؟ نعم، يعني هو المرصد العراقي لحقوق الإنسان والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وغيرها من المنظمات التي دانت هذا الفعل الشنيع وقامت ان هذه الجرائم يجب ان لا تمت دون عقاب، وعلى المجتمع الدولي ان ياخذ دوره في من هذه في تكرار هذه الحوادث. وللاسف يعني المجتمع الدولي لا يصغي لهذه النداءات وينظر عن بعد لهذه الانتهاكات، وتقريبا تكون هذه يعني الجرائم من سلسلة وحلقة متكاملة من ضمن الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات سواء من عن طريق التغييب القسري أو القتل العمد أو التهجير القسري وغيرها من الممارسات اللا إنسانية التي نراها هنا وهناك يوميا في أيضا في مسلسل التهجير. سيد عمر، يعني ما تعليقك على تحذير النائبة عن ديالة ناهدة الدايني بما سمته تهجيرا بنكهة حكومية بحسب تعبيرها ينفذ في هذه المحافظة؟
نعم، يعني هي النائبة هذه أدرى بما تفعله الحكومة، وعليها أن يعني وغيرها من النواب أن يقفوا وقف مشرف حقيقة، يعني لأن هؤلاء يعني كيف نصفهم بأنهم يعني أعوان الظلمة، وأنهم يعني باتوا أداة ضيعة بيد الميليشيات. يعني هذه الجرائم كلها ترتكب ضمن إطار القانون وبحجة القانون وبحجة طبق القانون، وهذه يعني لا مسوغ لهذه الجرائم وفق أي قانون يعني تدعيه الحكومة، ويجب أن تكون هناك قوانين واضحة وقوانين تنصف المواطنين وليس تأخذ حقهم أو تأخذ يعني أموالهم وحقوقهم ودورهم وأراضيهم. وبالتالي فإن هذا يعني الممارسات هي تعد جريمة فعلا في وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان ووفق الشرائع السماوية ووفق الأعراف الدولية، ولا يحق للحكومة بأن تتذرع بالتعسف باستعمال الحق ووفق القانون في اتخاذ هذه الإجراءات، وإلا أصبحت هذه الإجراءات هي ممارسات عقابية وممارسات لا إنسانية تنتهجها القوات الحكومية بحق المدنيين. شكرا جزيلا لك سيد عمر الفرحان، عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.